Alors, كما تشوفوا في هذه الايماج تتفكرنا بهذاك الكروكي اللي كنا درنا على لونيتي دو تريتمون ولا لونيتي سونترال اللي كتريتي لي زانفورماسيون دونك لي دوني. دونك غنبداو حنايا من هنايا داكوغ، من هنا لتحت كاع غنبداو الماتيريال لو هاردوير. الوغ هاردوير تيكون في الأول غير الكركاس كما كتشوفو هنايا، دونك غير الصنادق داكوغ. دونك لي سبيسياليست لي مكلفين بهاد الشي، لي زانفورماتيسيان، دي زانجينيور ولا دي تكنيسيان، تيدخلو فيهم دي لوجيسيال دو باز لي كيتسمى سوفتوير. يعني بلا سوفتوير، بلا هاد لوجيسيال دو باز، هاد لي هاد ال... هاد لي زيكيبمون، هاد الماتيريال ما عندو حتى معنى. داكوغ. دونك كوم فو فوايي لا دي فلاش، وحده داخله وحده خارجه، دونك تيتعاملوا مع الماتيريال. ابغي تيجبروا انه هاد لوجيسيال دو باز سي تري ديفيسيل باش انسان عادي يتعامل مع ماتيريال غير باللوجيسيال دو باز. خص تكون ديجا عندك شي معلومات في الانفورماتيك، تكون مهم تكون مجهد. الوغ هاد لي زانجينيور سهلوا على ليتيليزاتور، ليتيليزاتور عادي يعني المستعمل العادي، صاوبوا له دي زابليكاسيون ابليكيشن. هاد لي زابليكاسيون هما اللي تيكونوا كتسمى الانترفاس اونتر لي ماشين اي لاتر هومان، هما لي زابليكاسيون. عاد تيجي ليتيليزاتور تيلقى هذاك الشيء واجد، يعني تيتعامل مع الماتيريال بسهوله. زابليكاسيون كنلقاو بحال مثلا في البي سي هاد البانت، مايكروسوفت اوفيس وورد، باوربوينت، هاد السكانر، لي زابليكاسيون دو بور سكاني في لي اندرويد ولا في اوزوتر كتجبر عاوتاني واتساب، فيسبوك، اكسيتيرا، كلهم هادو دي زابليكاسيون. اون باس دونك سيستم انفورماتيك. الانفورماتيك في هذا المعنى اللي كنعتبرو الانفورماتيك من تحضيري هو راه ديما معانا، ما خصناش نساوه. دونك سي لانفورماسيون اوتوماتيك، سي لانفورماتيك. الوغ لانفورماتيك تي سيونس كي ايتيدي لو تريتمون اوتوماتيك دي زانفورماسيون، المعطيات اللي عند المعلومات الى اخره. لانفورماتيك كدير بواحد الطريقه علميه ولا بطريقه اوتوماتيك، هي وبطريقه علميه توصلهم للانسان. Avec quoi? Avec des logiciels. Donc, un logiciel est un ensemble de programmes. C'est quoi logiciel? Logiciel est un ensemble de programmes. Le programme qu'on a fait, programme, c'est un ensemble des ordres et des instructions. Yani, le programmeur, ou le qui sauve le programme, ou des programmeurs qui sauvent les programmes, les technos, le logiciel. Donc, le logiciel est un ensemble de programmes. برامج، مجموعة برامج. دونك اللوجيسيال هو مجموعة برامج كي بيرميت ديكسبلواتي لو ماتيريال انفورماتيك، هي اللي كتسهل علينا استغلال هاد الآلة ديال المعلوماتية ديال الانفورماتيك. داكور. الوغ اون بو كلاسي لي لوجيسيال اون دو تيب. نقدرو كلاسيو هاد لي لوجيسيال في نوعين، في نوعين داكوغ. كاين لوجيسيال دو باز، كاين لوجيسيال دابليكاسيون. كيما كتشوفو هنا باز يعني اساسي، لوجيسيال دو باز به كتبنى الماتيريال. كيما شفنا في ليماج في الاول، لو هاردوير يخ ضروري يكون فيه دي لوجيسيال دو باز، عاد نقدرو ندوزوه لوتيليزاتور باش يخدم عليه. الا ما فيش لوجيسيال دو باز ما كيسوى والو، كيبقى غير صندوق. داكوغ. دونك لوجيسيال دو باز هما اللي تيخدموا به لي زانجينيور، لي تكنيسيان اللي تيقادو هذاك ليكيبمون انفورماتيك، تيصاوبوه يعني تيخليوه قابل للاستغلال. عاد كيجيو لي لوجيسيال دابليكاسيون،
D'accord? Il y a le gestionnaire d'application, il y a l'interface, les quatre salles, l'utilisateur, je vais travailler avec le matériel. Ok. Donc, logiciel de base. Un logiciel de base est appelé aussi système d'exploitation. Par exemple, c'est un système d'exploitation Windows. Qui est Windows 7, 10, etc. Donc, système d'exploitation. Linux, c'est un système d'exploitation. Macintosh, c'est un système d'exploitation. Les quatre téléphonettes Android, c'est un système d'exploitation. Donc, elle est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'ordinateur ou de la machine qui m'abrite. N'importe quelle machine, ça, un système d'exploitation, je traite de mêler. Il a fait un système d'exploitation, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, il est nécessaire à des logiciels de base. OK? Logiciel d'application. Logiciel d'application est un logiciel qui permet de réaliser des tâches bien particulières, comme jouer, dessiner, calculer, etc. D'accord? Donc, un logiciel d'application, c'est la même chose. C'est un ensemble de programmes. L'idée, comme un programmeur, le déprogrammeur, ça, on a l'application, des jeux, les jeux de cartes, les Windows, c'est un ensemble de programmes, je vais avec l'application. La même chose pour dessiner, les chutes avec le Paint, les Windows, calculer les calculatrices, les candidats Windows, c'est une application, c'est un ensemble de programmes. D'accord? Exemple, pour traiter un texte, on utilise Microsoft Office Word. Traitement de texte, باش معالجة النصوص كيما قلنا، تنستعملو هاد اللوجيسيال. كيما كنستعملو إكسل بور نصاوبو لي طابلو، طابلور، باوربوينت بور لي بريزونطاسيون. بور فار دي ديسان، اون اوتيليز مايكروسوفت بينت، كذلك باش كتدير هاديك الكولورياج في البيسي، كتستعمل هاد البينت هذا. ونكملو بهداك الشيء اللي بدينا به. دونك لوتيليزاتور كيلقى حدا هذاك الشيء فاسيل ما راه الناس خدموا عليه. الماتريال كان خاوي، كان غير هاردوير، دخلوا له السوفتوير، عاد تيجي لي زيتيليزاتور تيلقاو هذاك الشيء واجد تيخدموا عليه. دونك لا فان، قبل ما نسالي نعطيكم واحد ليكزارسيس هو هذا، او ميم طون فيه معلومات داكوغ بالالوان. دونك هاد بلو كلير سي لا توش اونتري. D'accord? Had la touche verte, c'est majuscule. Had la touche jaune, les semaines à backspace, les quatre marches arrière, ça va effacer. D'accord? Oui, à ce cravate-ci, elle était amenée, ou est complétée ou lire le clavier. Alors, écrit l'alphabet qui manque pour le clavier AZERTY en majuscule. Donc, les touches blanches, à Tamrohom, على حساب ان كلافي ازيرتي داكوغ تعمروا لي هاد لي توش لكن ما تغشوش ما تشوفوش كلافي عمروا لي توش هذاك الشيء اللي عقلتوا عليه في راسكم يلا السلام عليكم